اهلا وسهلا الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم هذه الوصفه ديال المسمن. كيجي هائل، معمر بالخضره والدجاج، كيجي لي بزاف مقرمش من برا ورطب من الداخل. خليكم على الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. على بركه الله غادي نبداو في المكونات. عندي هنايا العجينه ديال المسمن اللي قبل حضرتها معكم. العجينه درت فيها الفورز والفينو، ويكون الفورز كتر من الفينو، معلقه ديال سنيده، معلقه ديال الملح صغيره، ونص باكي ديال الخميره والماء باش نعجنوا العجينه. اما بالنسبه للحشوه غادي نخليكم على فيديو باش تشوفوا اشنو درت فيها والمكونات اللي استعملت فيها. خليكم على فيديو باش تشوفوا الطريقه. وعندي هنايا باش نورق المسمن، عندي هنا خليط من الزبده والزيت، وعندي نشا باش نورق بها. انتما غتشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها، خليكم على فيديو. وهنايا كيف ما كتشوفوا في الحشوه، عندي هنايا الخيزو محكوك، وعندي فلفله حمراء وفلفله خضراء والزيتون مقطع والبصله. كيف ما كتشوفوا هنايا في لا فيديو، درت الخضره ديالي تشحر فوق النار، زدت عليها الزيت والملحه والابزار والتحميره الفلفل الاحمر وشويه ديال الثوم بودره. وكيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليها حتى قطع ديال صدر الدجاج غادي نضيفوا عليها، يمكن ما تضيفوش ولا تضيفوا الكفته اللي بغيتوا. ودابا غادي نبدا في الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نقرص المسمن ديالي، نورقو مزيان بالزيت والزبده والنشا مرمره، غادي نديرو فوق منها كيف ما كتشوفوا. غادي نشكلها على شكل مسمنه ونخليها ترتاح، عاد من بعد نبدا نعمرها كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. وغادي نشارك معكم حتى واحد الطريقه اخرى ديال المسمن على شكل محنجه، حتى هو كيجي زوين. خليكم على فيديو باش تشوفوا الطريقه.
وكيف ما كتشوفوا من بعد دهنتهم بشويه البيض وزوقتهم، ودابا غادي ندخلهم للفران على درجه حراره 180 حتى يطيبوا يتحمروا مزيان. وهذا هو المسمى المعمر في الفرن، كيجي لذيذ بزاف كيف ما كتشوفوا، مقرمش هائل البنات، غير جربوه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك وكومنتير تحت الفيديو، وتشتركوا في القناة إلى ما زال ما اشتركتوش، وشكرا على المشاهدة.